اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في حلقه جديده معانا النهارده، لعبه جديده على قناه جيمر بالعربي. النهارده هنتكلم يا جماعه عن لعبه من الالعاب اللي هي بقى ايه، تهيم كده في اللعبه، تهيم فيها. عارفين يا جماعه لعبه امير الفرس برنس اوف بيرجا والالعاب اللي هي بتاعت اللي هي الادفنشر والمغامرات وكده، دي يا جماعه من العاب الادفنشر الجميله جدا اللي ممكن تلعبها، وجرافيك بتاعها زي تحس كان شبه الجرافيك بتاع ماينكرافت، حاجة جميلة جدا جدا ممكن تلعبها. لعبة سور دايجو، لعبة الجرافيك بتاعها يعني مش بطال، لكن اللعبة الصوت بتاع اللعبة حلو جدا. نظام التحكم في اللعبة سهل بسيط، من الألعاب الستوري مود، يعني هي عبارة عن قصة زي ما انتم شايفين، بندخل اماكن طول ما احنا ماشيين، طبعا بنقابل كائنات من دي كده، بنحاول ان احنا طبعا ايه ندمر الكائنات دي. هي نظام ستوري برضو، وفي عندي برضو هنا سحر ماجيك. طبعا طول ما احنا ماشيين يا جماعه، الالعاب دي من الالعاب المتوقعه، يعني معروف هي ايه نظامها وبتتكلم في ايه. زي ما انتم شايفين كده، بيقول لك عايز الهيلث يبقى اقوى ولا الاتاك ولا الماجيك، نقول الاتاك كده، الاتاك عندي بقى اقوى. طول ما انت ماشي بقى يفتح لك غرف جديده، يعني ايه اماكن جديده تمشي فيها، اماكن جديده. وطبعا كل ما بتموت كائنات من دي وعناكب وحاجات من دي، بيبقى في سول كده بتاخدها، والسول دي بتقدر ان انت ايه تقدر تشتري سيف جديد، تظبط تعويذه، حاجه جميله يعني. الالعاب الممتعه بصراحه. الالعاب دي يا جماعه سهل جدا تهكرها، يعني سهل ان انت تهكر لعبه زي دي. بس كده سهل ان انت يعني تهكر لعبة زي دي. لعبة محتاجة تفكير، تركيز. زي ما انتم شايفين كده، خدت الصندوق ده هيساعدني ان انا انط مش عارف فين. يعني اللعبة برضو محتاجة تفكير، لان هي فيها تكات، فيها تريكات كتيرة اللعبة ده يا جماعة. بس من الالعاب اللي هتستمتع بيها بصراحة وانت بتلعبها. زي ما انتم شايفين كده، اهو الا تحس بقى. وبعدين ايوه طبعا تقدر تزود برضو الاتاك، تقدر تزود الاتاك السلاح بتاعك. تمام، يعني شايف ان الاتاك هو اهم حاجة يعني في الالعاب اللي زي دي. Yeah.
طبعا السول اللي انت بتجمعها دي تقدر تجيب بيها أسلحة من الشوب دي، يعني انت هتستفيد بيها طول ما انت بتموت العناكب دي. هتاخد سول تقدر تشتري بيها اي حاجة. طبعا هو مش بيوطي، هو يمين وشمال والنطة، ممكن تنط دبل تاب، ينط نطتين زي ما انتم شايفين كده، والسيف والتعويذة اللي هو السبيل. طبعا كل مدى تقدر ان انت تعمل ابجريد. اللعبة ممكن تزهق منها بسرعة لان مفيش فيها جديد، يعني انت تبقى بس ايه ماشي على هذا المنوال على طول. لكن للناس اللي بتحب العاب الالغاز والالعاب الذكاء واللي يكون فيها ستوري برضو مود وحاجات من دي، لا اللعبة هتعجبهم جدا جدا يعني. وهتقابلوا فيها برضو وحوش، وهتقابلوا فيها ولازم تفتح فيها غرف، وفي اماكن مش هتعرف، هتبقى واقف حاجة يعني، هتلاقي سد قدامك، هتحتاج بقى ان انت تفكر وترجع لاماكن تانية علشان تجيب حاجات معينة والكلام ده كله. يعني اللعبة برضو يا جماعة من الالعاب الجميلة جدا، مش المشهورة قوي، مش من الالعاب المشهورة قوي، لكن من الالعاب اللي هتعجبك. طبعا علشان ما اطولش عليكم، انا هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب للقناه وفعلوا بقى زر التنبيهات عشان يجي لكم كل فيديو جديد. ولو انت على اليوتيوب طبعا اشترك على القناه، وان شاء الله باذن الله اكون حضرت لكم لعبه جديده. واشوفكم على خير، برنامج جيمر بالعربي.